إطلاقه للتأكيد على أهمية هذا الدور فعليا الذي يقوم به المترجمين واللغة في ما يتعلق بتعزيز المفاهيم ما بين الثقافات المختلفة. نعم، هم سفراء للسلام أيضا. صحيح. أكيد ريما، من خلال هذه الترجمة ونقل الرسالة الحقيقية بأكثر من لغة. واليوم سعدنا الترحيب بضيفنا الزميل أسامة نزال، مدير وحدة الإعلام الدولي والمترجم الفوري دائما معنا في فلسطين بالصباح عبر شاشة تلفزيون فلسطين. صباحا، كل عام وأنتم بألف خير. صباح الخير. صباح الخير لمشاهدينا، كل عام وانتم بألف خير. انت بألف خير أسامة، بنوجه تحية أكيد لكافة المترجمين حول العالم بأي لغة إن كانت. بالبداية نحكي عن أهمية هذا الدور الذي تقوم به، وكيف تعمل دائما على تعزيز مفاهيم وصول هذه طبعا هذه الحوارات إلى الأطراف المختلفة. بالتأكيد موضوع الترجمة موضوع قديم جدا، يعني منذ التاريخ، بحيث بأنه الحضارات بنيت بشكل تراكمي، ولولا وجود الترجمة وفهم الشعوب للغاتها المختلفة لما كان في تزاوج بين الحضارات. يعني إذا حكينا عن الحضارة الإسلامية، ترجمت معظم الفلسفات والكتب الإغريقية وتم الاستفادة منها، وحتى الأوروبيين ترجموا الكثير من الكتب اللي ترجموها العلماء المسلمين عن الإغريق، واستفادت منها الحضارة الأوروبية، وامتد ذلك إلى يومنا هذا. بحيث إنه إذا ما تحدثنا عن الترجمة في فلسطين في العصر الحديث، يعني القرن العشرين، كان هناك كثير إسهامات من مترجمين وكتاب فلسطينيين موجودين في التاريخ لما قدموه من ترجمات هامة من اللغات الأجنبية المختلفة للغة العربية، بالإضافة للترجمة من العربية إلى اللغات المختلفة، سواء كانت ترجمات من اللغة الروسية أو الفرنسية أو الألمانية، وهم كثر، منهم وديع البستاني، منهم أحمد شاكر الكرمي، روز حسوني، عدد كبير جدا من المترجمين اللي أضافوا للثقافة العربية والثقافة الإسلامية من الترجمات اللي قاموا فيها. فلسطين لها المجد في هذا المجال، وخاصة إبان الانتداب البريطاني، بحيث إنه كتب على شعبنا بأن يكون على دراية وثقافة وإلمام باللغة الإنجليزية بحكم وجود البريطانيين. وبرز مترجمين كثر في تلك الفترة من أجل أنه يفهموا لغة المستعمر ويعرفوا كيف يتعاملوا معه، وامتدت حتى يومنا هذا. وهذا ما نفخر فيه دائما أسامة، من كل المترجمين اللي نقلوا رسالة فلسطين إلى العالم، واللي استمرنا فيها في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من خلال وحدة الإعلام الدولي التي تعتمد كثيرا على الترجمة، من خلال ترجمة أخبار وأيضا كل ما ينتجه الإعلام الرسمي، وأيضا نقل رسالة معاناة أبناء شعبنا بأكثر من دولة. نتحدث عن الدور الهام جدا للترجمة في نقل رسالة المعاناة والقضية الفلسطينية وإعطاء كل ذي حق حقه. بالتأكيد موضوع الترجمة مهم جدا، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بناء على قرار المشرف العام على الإعلام الرسمي أخونا أحمد عصاف أبو قيس، تم إنشاء وحدة الإعلام الدولي منذ أكثر من سنتين. وفعلا عندنا أقسام بسبع لغات، الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية واللغة العبرية، وبتم ترجمة كل ما يتم من أحداث في مجتمعنا وما يتكبد شعبنا من معاناة بفعل الاحتلال الإسرائيلي، ويتم نقله بسبع لغات على مدار الساعة. وهذا أضاف الشيء الكثير لعمل الإعلام الرسمي، بحيث أنه يعني بقدر أقول بأنه تحديدا الصفحات باللغة الإنجليزية أصبحت مرجعية للكثير من أبناء العالم. وبخص بالذكر كمان الجالية الفلسطينية والجيل الحالي اللي ما حصل على فرصة بأنه يجي يتعلم اللغة العربية، وبالتالي كان من الصعب أنه يكون على دراية بتفاصيل ما يحدث في وطنه الأم،
لولا وجود هاي الإمكانية اللي هي ترجمة ما يحدث على الأرض وأي تطورات سياسية أو ثقافية أو اجتماعية إلى اللغات المختلفة ونقلها للعالم عبر وسائط الإعلام الاجتماعي المختلفة. فنقدر نحكي بأنه في هناك تميز في مجال العمل باللغات المختلفة والترجمة لدى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ويضاف إلى ذلك أيضا بأنه فتح مجال كبير ليكون هناك برامج متخصصة لمخاطبة الناطقين بغير اللغة العربية. فعلى سبيل المثال هناك برنامج لقاء خاص اللي هو بشكل أسبوعي لدائرة الأخبار بتم استضافة سواء من أبناء الجالية الفلسطينية المتحدثين باللغة الإنجليزية من الخارج أو من قبل سياسيين وناشطين وخبراء في المجال السياسي، ويتم بشكل مباشر الترجمة الفورية عبر شاشة تلفزيون فلسطين، ليس فقط في اللغة الإنجليزية وإنما أيضا ضيوفنا باللغة الإسبانية باللغة الفرنسية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى تمتين العلاقات بشكل كثير جيد ما بين القنصليات والسفارات الأجنبية الموجودة في فلسطين وما بين الإعلام الرسمي بشكل عام. يعني إحنا بنحكي عن اهتمام للإعلام الرسمي باللغات الأخرى بشكل غير مسبوق، سواء كان على مستوى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أو كان على مستوى وكالة وفا للأنباء. وهذا يأتي طبعا كله في سياق ضرورة وأهمية نقل الرسالة الفلسطينية إلى العالم، لأنه من خلال الترجمة بيتم التشبيك بين الشعوب، وبيتم مثل ما بيتم التعرف على ثقافة الآخرين وحياتهم أيضا بيتم تعريفهم على ثقافة شعبنا وحياة شعبنا. وإحنا يعني هذا الشيء بهمنا أكثر ممكن من أي شعب آخر، لأنه في عنا قضية وعدالة قضيتنا لا يمكن للآخرين يفهموها إلا إذا تحدثنا في لغاتهم. صحيح. وفي هذا السياق كان قرار أخونا أبو قيس إنشاء هاي الدائرة وإعطاء أولوية لموضوع الترجمة. لا شك أن جهد كبير يبذل من خلال هذه الوحدة الهامة جدا، بنوجه لكم فيها التحية لحضرتك زميل أسامة ولكافة العاملين في وحدة الإعلام الدولي. أستذكر وإياك موقف صعب جدا وقاسي كان عليك أسامة، غير أنه كان قاسي على الشعب الفلسطيني بأكمله، لحظة إعلان ترامب الرئيس الأمريكي السابق طبعا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. جئت وسألتك في ذلك الوقت وقلت لك كيف استطعت ترجمة هذه العبارات اللي أثرت في كل واحد فينا وكانت تمس فعليا يعني إيماننا بعدالة قضيتنا وانتظارنا لتحقيق الحلم بالدولة والعاصمة. بالتالي في هذا الجانب بالتأكيد ستتحدث عن هذه التجربة، وفي هذا الجانب تحديدا أتحدث فعليا هناك تحديات قاسية بتواجه المترجمين، كيف بتواجهوها؟ كيف تتعامل معها؟ بالتأكيد يمكن هي من أصعب المواقف كانت علي على المستوى الشخصي والمستوى النفسي، بأنه إحنا متعودين دائما يعني بالترجمة بأنه العاصمة الفلسطينية المحتلة القدس، ولا يمكن أنه نحكي بأنه القدس هي عاصمة إسرائيل. فلما كان قرار بأنه ترامب بده يطلع بمؤتمر صحفي ويعلن بأنه القدس عاصمة لإسرائيل، وكان مطلوب مني أنا إني أكون المترجم بشكل مباشر، يعني أول واحد بده ينطق على لسان ترامب كان اللي هو المترجمين على الفضائيات المختلفة، وكنا إحنا على جاهزية طبعا لحتى نتابع هذا المؤتمر. ففعلا أنا دخلت على غرفة الترجمة في التلفزيون وعندي تردد إنه كيف بدي أترجم مثل هذا الإعلان، ولكن كان لابد لأنه لازم يعني نعرف بأنه في شيء اسمه مهني وفي الجانب الشخصي والعاطفي والوطني وما إلى ذلك. فالتزاما بالمهنية تم ترجمة المؤتمر، ولكن كان لها يعني أثر كبير، وحتى التعليقات كانت من قبل كل الأصدقاء وكل الشباب. صحيح. والناس اللي بعرفها على الصفحة بأنه يعني الله يكون في عونك، واللغة العامية لأبناء شعبنا أنه كيف ترجمتها،
كانت صعبة جدا، بس كان واجب مهني بالتالي وقمنا فيه. المترجم وتحديدا الترجمة الفورية ليست بالأمر البسيط أبدا يعني، صحيح. وبمر مواقف كثير على المترجم بيكون صعب، إما لموقف معين لأنه في تناقض بيكون ما بين ما سيعلن وبين الموقف الوطني وبين الموقف الصح وبين ما تتطلبه العدالة وبين فهم المصطلحات ربما في بعض الأحيان، وأحيانا عدم وجود الترجمة الدقيقة لبعض المصطلحات، استخدام اللغة بالضبط، خاصة إنه إحنا بنحكي عن ثقافات مختلفة، وبالتالي حتى يكون المترجم عنده قدرة على الترجمة الصحيحة لازم يكون عنده معرفة في الحد الأدنى بثقافة الناس اللي يترجم من لغتها، يعني لازم يكون على فهم للثقافة الأمريكية للثقافة البريطانية. أنت بتحكي عن ثواني وأجزاء من الثانية يعني يا دوب. بالضبط، وتحديدا لما بيكون الشيء يعني حساس جدا وسياسي، وفي فرق بين ما بنكون قاعدين وفد عادي ممكن إنه مثلا يحكي كلمة ما ينفهم البعد الثقافي لإلها، ما تترجم تسأله يوضح لك، وهذه بتصير ما فيها أي مشكلة يعني. لكن لما بتكون على الفضائية على الهواء مباشرة ما في مجال إنك توقف وتسأل، وبالتالي المشاهد والمستمع بهمه يلتقط الرسالة صح، فبده يكون الواحد على دراية، بده يكون محضر منيح للموضوع قبل الدخول على غرفة الترجمة. لكن في صعوبة، لهجات مختلفة، اللغة الإنجليزية فيها مئات اللهجات، يعني لما مثلا بيكون المتحدث من الهند لهجة مختلفة تماما عن المتحدث من بريطانيا أو المتحدث أو من أمريكا. حديث يطول أخونا أسامة، وإحنا سعيدين بوجودك أول شيء معنا، وهذه فخورين فيك جدا يعني. أنا بقول اليوم لمشاهدينا هذا هو أسامة اللي دائما موجود في الخفاء في غرف الترجمة، دائما لما يكون عندنا ضيوف في إما كانوا على الأخبار أو في البرامج، وكان معنا يوم الخميس أيضا. فإحنا نقدم الشكر من خلالك لكل طاقم وحدة الإعلام الدولي، لكل المترجمين في الوطن، وأنت من يعني ممكن نحكي الأساتذة البدائيين يعني اللي بدأوا بالإعلام الحديث في هذا الجانب. كل التوفيق لكم أسامة، وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. كل التوفيق. شكرا جزيلا لك زميل أسامة. إذا نحن نستكمل وإياكم في محطات فلسطين هذا الصباح، ونذهب إلى المحافظات.